صباحه. بعد تصفيات كاس العالم رجع تاني الدوريات الاوروبيه يوم السبت، وكان في ماتشات كبيره قوي. معظم الناس اتكيفت يوم السبت لان فرقها كسبت، بس طبعا في ناس اتشلت. في انجلترا مانشستر سيتي كان خسران من ويست بروم 1-0، وايدن زيكو مره تانية بعد العمله اللي عملها في ماتش فولهام ينزل برده من على الدكه في اخر كام دقيقه، وامبارح جاب جونين وقلب الماتش وسيتي كسب 2-1. مانشستر يونايتد كسب ستوك 4-2، روني كان بيحتفل بمرور 10 سنين على اول جون ليه في الدوري الانجليزي. احتفل ازاي؟ جاب جون في نفسه وبعدين جاب جون في الفرقه الثانيه. تشيلسي امبارح قدر ان هو كمان يكسب 4-2، يكسب توتنهام وفي الوايت هارت لين. بعد ما كان كسبان 1-0 في الشوط الاول رجع توتنهام وجاب جونين في 8 دقايق في اول الشوط الثاني عشان يرجع تشيلسي يجيب 3 جوان ويخلص الماتش. ليفربول برده كسب ريدينج، وارسنال خسر من نورويتش 1-0. انا ما اتفرجتش على الماتش، بس اصحابي الجونرز قالوا لي ان غير ارتيتا وسانتي كازورلا الفرقه كلها عايزه ترم في الزباله، وانا بصراحه بتعاطف مع اصحاب الجونرز لان هم بيعانوا من نفس الحاجات اللي انا بعاني منها من فرقتي العزيزه في ايطاليا. في المانيا استمرت سلسله نتائج دورتموند السيئه في الدوري بعد ما خسر في الديربي وعلى ارضه من شالكا 2-1، ودي نتيجه وحشه قوي للمورال بتاع اللعيبه بالذات قبل ماتش مهم في الشامبيونز ليج ضد ريال مدريد. والناحيه الثانيه بايرن لسه مأجر الدوري الالماني، كسب 5-1، لعب 8 ماتشات في 3 نقط ب 24 نقطه ومتربع على عرش البوندسليغا. في اسبانيا ما كانش فيه جديد، ريال مدريد كسب سيلتا فيجو 2-0، هيجوينو كريستيانو رونالدو، وبرشلونه كسب ديبورتيفو لا كورونيا 5-4 في ماتش ولا اكنه بلاي ستيشن. ميسي جاب هاتريك، ماسكيرانو اتطرد، وفالديز اثبت للمره المليون ان هو جول كيبر مالت. في ايطاليا امبارح كان في ماتشين مهمين قوي، يوفنتوس ونابولي ولاتزيو اي سي ميلان. يوفنتوس كسب نابولي 2-0، جاب الجونين البدلاء مارتن كاسيرس وبوجبا. ومن غير ما ادخل في تكنيكال ديتيلز قوي في الماتش، يعني يوفنتوس كان بيلعب بال 3-5-2 الطبيعيه ونابولي كان بيلعب بال 3-4-3 الطبيعيه بتاعته برضه. ما كانش فيه غيابات توسكر الا ميركو فوشينيتش، وبالتالي هجوم يوفنتوس كان جوفينكو وكواليريلا. وانا بصراحه بحس ان جوفينكو لما بيلعب من غير فوشينيتش بيأدي احسن. الاثنين عندهم نفس الستايل لحد ما، لان كل لعيب فيهم بيحب يديكتيت الهجمه هتمشي ازاي. من اول ما السيزون بدا وناس كتير قوي عماله تقول ان نابولي بينافس يوفنتوس على الدوري السنه دي، والدوري مش هيطلع بين الفرقتين دول، وبصراحه انا مش قادر افهم الناس بتجيب الكلام ده ازاي. ومبسوط قوي ان ماتش امبارح اثبت الفرق الكبير اللي ما بين يوفنتوس ونابولي. نابولي فرقه تقيله وكل حاجه، ولما بيكونوا في يومهم ممكن يكسبوا مانشستر سيتي وممكن يكسبوا يوفنتوس فاينل الكاس. انما لما الفرقه اللي قدامك بتبقى اقوى منك بكتير قوي، احتمالات ان انت تبقى في يومك بتقل جامد، وده اللي شفناه امبارح. السنه دي مفيش حد يقدر ان هو ينافس يوفنتوس على الدوري. السكوداتو بتاع اليوفي وهو اللي ممكن يخسره بانه يتعادل ماتشات سخيفه او يخسر ماتشات ما لهاش لازمه. نابولي واي سي ميلان وانتر وروما وفيورنتينا ودونيزي، كل الشباب دي بتنافس على سبوتس في الشامبيونز ليج واليوروبا ليج. هو ده واقع السيريا السنه دي. في الماتش الثاني لاتزيو كسب اي سي ميلان 3-2، وبصراحه النتيجه لا تعبر تماما عن سير المباراه، لان لاتزيو كان كسبان 3-0 وكان ممكن يخليها 4-0 و5-0 لولا شويه كومبليسنسي في اخر الماتش متعودين عليها يعني من فرق ايطاليا، خلت اي سي ميلان يجيب جونين في الاخر. الهايلايت بتاع ماتش امبارح اكيد كانت شوطه كاندريفا اللي جاب بيها الجون الثاني. شوطه حطها بوش رجله اليمين من بره ال 18، رشقت في المقص الشمال، حاجه ما تتوصفش ولازم تتشاف، واعتقد ان ده احلى جون انا شفته في اوروبا السنه دي. انا عايز اتكلم شويه على اي سي ميلان والحاله الماساويه للفرقه وصلت لها. الروسونيري مشي منه لعيبه كتير في خلال السنتين اللي فاتوا، بس انا شايف ان ابرزهم هم زامبروتا، نيستا، تياجو سيلفا، فان بوميل، بيرلو، وكاسانو، وسيدورف. طبعا انا ما ذكرتش ابراهيموفيتش لان ابرا فرقه لوحده، لما يمشي من اي فرقه عادي جدا الفرقه دي تقع، بس ميلان ما وقعش، ميلان اتهان. المشكله بقى ان اللعيبه دي كلها اتبدلت بلعيبه دكه، يعني ديتشيليو، انتونيني، بونيرا، ييبيز، ميكسيز، كلهم كانوا على الدكه السنه اللي فاتت معظم السيزون. مونتليفو كان اساسي فعلا في فيورنتينا، وديونج يعني كان دكه في مان سيتي وكان زي الزفت في اليورو مع هولندا. قدام ايمانويلسن دكه، باتزيني كان دكه في انتر، روبينيو باتو ما اعتقدش انا محتاج اعلق على الاثنين دول، شعراوي لعيب هايل بس لسه صغير ومسؤوليه كبيره قوي عليه، بويان كان دكه في روما وما اضافش اي حاجه للفرقه السنه اللي فاتت، وما اعتقدش ان هو يقدر يضيف اي حاجه لميلان السنه دي. كيفن برنس بوتينج بقاله سنتين متالق مع ميلان، بس علشان الضوء كان مسلط على ابراهيموفيتش وعلى كاسانو، فهو كان لعيب سنيد بيعمل مفاجاه وبيأدي حلو قوي. انما دلوقتي لما لبس نمره 10 بقى هو البوب بتاع الفرقه وانا الكابتن والمسؤوليه كلها عليا. العالم كله عارف ان برلوسكوني غرقان في الديون ومعهوش فلوس يشتري لعيبه جديده. الكوميدي قوي بقى ان يجي جالياني بدل ما يقول يا جماعه احنا بنبني فرقه جديده وبنطلع ناشئين والسنه دي هنحاول ننافس على اوروبا وعلى اليوروبا ليج وعلى الشامبيونز ليج، ممكن من السنه الجايه ان احنا ننافس على الدوري، لا
ده بعد ما اشترى ديونج في البري سيزن راح يقول لأليجري انت دلوقتي جاهز انك تنافس على سكوديتو. ده عبيط ده ولا ايه؟ ده كان اوفر فيو الماتشات يوم السبت. Check the website www.egyptianswithballs.com. Follow us on Twitter for live updates والماتشات بتتلعب. هتلاقوا الديتيلز بتاعت الفيسبوك بيج والتويتر اكاونتس كلها في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت. سلام.